يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجاءت الشريعة الغراء بتحريم أن يتعاطى الإنسان شيئا من المحرمات، وجاءت الشريعة الغراء أيضا بأن يحفظ الإنسان الضرورات الخمس التي أقيمت لأجلها وشرعت الحدود الشرعية، بأن يحفظ الإنسان نفسه، وأن يحفظ دينه، وأن يحفظ ماله، وأن يحفظ عقله، وأن يحفظ عرضه. وجعل الله تعالى الحدود الشرعية التي فيها تأديب لمن وقع في شيء من هتك هذه الضرورات الخمس، جعلها الله تعالى رادعة لمن أراد أن يتعرض لشيء من ذلك. فجعل الله تعالى من الحدود حد شرب الخمر لأجل أن يحفظ العقل، وجعل حد القتل لمن قتل لأجل أن يحفظ النفس، وجعل حد القذف لمن قذف لأجل أن يحفظ العرض، وجعل بقية الحدود على نحو ذلك. لذا أيها الإخوة الكرام، من أعظم مقاصد الدين أن يحفظ الإنسان عقله، وأن لا يتعاطى شيئاً يفسد عليه عقله. ولقد كان في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كان في عهده، بل كان عند العرب من قبل الإسلام، أنهم يتعاطون أشياء تذهب عقولهم، وكان العقلاء منهم، وهم على شركهم يبتعدون عن أن يتعاطوا شيئا مما يذهب العقل. كيف يسعى في جنون من عقل؟ فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعددا من قريش من قبل الإسلام يمتنعون عن شرب الخمر لما فيها من إذهاب العقل، مع أنهم لم يكونوا على دين ولا على إسلام ولا على شريعة، ومع ذلك كانوا يبتعدون عنها. حتى سئل بعضهم: لما تجتمع مع قومك في ناديهم فيشربون الخمر وأنت تتجنبها؟ فقال وهو كافر قبل الإسلام، قال: كي إني رأيت الرجل، إني رأيت الرجل إذا شرب الخمر واقع أخته وسب أمه، واقع أخته واتهم أمه، يعني اتهم أمه بالزنا، وأقبل إلى أخته فاغتصبها أو فعل بها نحو ذلك. لذا أيها المسلمون، والله لقد ساءنا ولقد أفجعنا ما نشر قبل أيام من وزارة الداخلية من القبض على كمية كبيرة من المخدرات. قبض خلال 3 أشهر فقط في أول هذه السنة، فقط خلال 3 أشهر فقط، على مخدرات بقيمة 1,400,000,000 ريال، فيها أطنان من حبوب الكبتاجون، 13 طنا من حبوب الكبتاجون، قل مثل ذلك، قريبا من 2 أو 3 طن من مادة الحشيش المخدرة، وكيلوات من الهيروين، ومن غيرها من أنواع المخدرات. كل هذا يقصد به هذا البلد المبارك الذي هو قبلة المسلمين في كل مكان، والذي انطلقت منه الدعوة أولا من لدن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يحاولون أن يفسدوا شبابه، أن يفسدوا فتياته، أن ينشروا بينهم مثل هذا الفساد بقدر استطاعتهم. ولقد حذرت الشريعة الغراء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من أن يتعاطى الإنسان شيئا من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، يعني عن كل ما يذهب العقل، سواء سميته خمرا أو سميته غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الخمر: وهي أخف ضررا مع جرمها وعظم شأنها وكبيرتها، إلا أنها أخف من الهيروين وما شابه ذلك، مع أنها كلها من الكبائر. ومع ذلك انظر إلى النصوص الواردة في الخمر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من شرب الخمر في الدنيا، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي عصارة أهل النار. رواه الإمام مسلم. ما يخرج من أجساد أهل النار عند عذابهم من صديد وقيح ودماء، وما يسيل من فروجهم مما يسيل بها من القاذورات، فتجتمع بها نار جهنم،
ثم يطعمها أولئك الذين كانوا يشربون الخمر في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، رواه الإمام مسلم. هذه النصوص وهذا الوعيد العظيم وهذا التفصيل لأجل أن ينفر الناس من شربها، التفصيل ماذا يفعل به في النار من شرب وتعاطي طينة الخبال، هذا كله لأجل أن ينفر الناس منها وأن يحذرهم من تعاطيها. فما بالكم بالله عليكم لو كان الحديث عن الهيروين وعن الحشيش وعن ما شابه ذلك من المخدرات اليوم التي تفسد عليه عقله وتسبب له إفرازات متعددة في دماغه وفي جسده. ولقد رأينا صورا لبعض هؤلاء الذين تعاطوا المخدرات عياذا بالله، منهم من وجد في حمامات قد دخل إليها ليأخذ جرعة من المخدر، فإذا به تتفجر شرايينه ويجدونه بعد يوم أو يوم ونصف وقد انتفخ جسده، وإذا وجهه قد دخل في المكان الذي يدخل فيه القاذورات من البول والغائط. ورأينا صورا لغيرهم ممن حاول أن يتعاطاها في بعض الشقق منفردا عن الناس أو في بعض الصحاري، فإذا به يوجد ميتا قد عدا عليه ما عدا من الحشرات. ولقد رأيت صورا لبعض هؤلاء، والله إن النفس لتكره وإن الجسد ليقشعر بمجرد أن يراها.